أهلا بكم من جديد. قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إن بلاده أحالت إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها على اتفاق بين ليبيا وتركيا لرسم الحدود البحرية، ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي. كما طالبت اليونان بروكسل بإطار عمل يتعلق بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا وليبيا. باطل وسيء النية، هكذا ترى اليونان الاتفاق الليبي التركي لرسم الحدود البحرية. الحكومة اليونانية تواصل التصعيد والتهديد والوعيد. البداية كانت بطرد اليونان للسفير الليبي، والنهاية ليست واضحة بعد. واصفة إياه بالانتهاك للقانون الدولي، أثينا تطالب نظرائها الأوروبيين بالعمل على فرض عقوبات على أنقرة وحكومة الوفاق الليبية. التوافق البحري بين تركيا وليبيا كان حاضرا على أجندة اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، وبدا من التصريحات أن الاتحاد الأوروبي يريد دراسة الاتفاق التركي الليبي قبل البدء باتخاذ قرارات بشأنه. التمهل الأوروبي يرافقه قلق وتخوف من أن يفتح اتفاق أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية جبهة مع أثينا والقاهرة حول التنقيب عن النفط شرق المتوسط، ويصدع رؤوس قادة أوروبا بمحاولات التهدئة وتخفيف التصعيد لمعضلة هم بغنى عنها. مصر وقبرص ارتأتا الوقوف بصف اليونان وأعلنتا معارضتهما للاتفاق التركي الليبي، وذلك لمنحه أنقرة صلاحيات في المتوسط لم ترق لهما. النزاع في البحر دائما يجد طريقه إلى البر. الخلاف بدأ من بحر إيجا ويبدو أنه سيمتد إلى المتوسط. الخصومة التركية اليونانية لا تلبث أن تهدأ حتى تعصف من جديد. وينضم معنا من نيويورك مراسلنا نبيل أبو صعب. نبيل، ما الذي يعنيه تقديم اليونان اعتراضاتها إلى الأمم المتحدة وما تداعيات هذه الخطوة؟ نعم، هذه خطوة مهمة من الناحية الدبلوماسية ولكن أيضا من الناحية القانونية. فهذه الرسالة التي حصلنا على نسخة منها، يعني تحاول اليونان من خلالها أن تطوق التحرك التركي باتجاه المياه الإقليمية في المتوسط من خلال الاتفاقية مع ليبيا، بحيث تفقد هذه الاتفاقية مفاعيلها من الناحية القانونية، وكذلك تبني على خطوات قانونية يمكن استثمارها في المستقبل. نلاحظ أن قبرص توجهت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، واليونان تحركت على مستوى إقليمي في الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا من خلال تنسيق مع كل من مصر وإسرائيل في شأن منطقة شرق البحر المتوسط، وأيضا داخل ليبيا. اليونان تستضيف اليوم أو غدا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وبالتالي تحاول أن توجه رسالة بأن الاتفاقية باطلة حتى داخل ليبيا، وهذا ما جاء في نص الرسالة الاحتجاجية التي وجهتها اليونان إلى مجلس الأمن، والتي أشارت فيها إلى الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015. وإلى بعض الفقرات التي تؤكد صلاحية البرلمان الليبي في إقرار أي اتفاقية خارجية. شكرا لك مراسلنا نبيل أبي صعب، كنت معنا من نيويورك.